ولسه مكملين مع حضراتكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54 وعن الأدب النسوي. الحقيقة أو أدب المرأة اتعملت ندوة في غاية الأهمية حضرها العديد من الكتاب وطبعا الجمهور، وكانت مقامة في قاعة صلاح جاهين. وزي ما حضراتكم عارفين أنه طبعا ضيف شرف المعرض السنة دي هو الشاعر الراحل الأستاذ صلاح جاهين. كان معانا الحقيقة كاتبات كتير وتكلمنا عن الأدب النسوي بشكل كبير، إنما معانا دلوقتي ومعاكم الكاتبة المتميزة الأستاذة رشا سمير. وطبعا احنا هنتكلم معاها عن الأدب النسوي وعن أهم الأحداث اللي حصلت في الندوة وأهم الأفكار اللي تم طرحها في الندوة بما يتعلق بأدب المرأة. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة طيبين. وحضرتك طيبة، وألف ألف مبروك على النجاح السنة دي للمعرض. الحقيقة أنه نجاح غير مسبوق وإقبال غير مسبوق. عيد تشهده مصر فعلا غير. حقيقي عيد ثقافي كبير جدا، وإحنا سعداء جدا الحقيقة بالشعب المصري. يعني حقيقي بعيدا عن كل اللي طبعا اللي قاموا بالتنظيم واللي قرروا رغم كل التحديات ان يكون في المعرض، انما حقيقي المفاجاه كانت الجمهور المصري. خليني اقول، انا كنت لسه بقول الكلام ده امبارح، ان حقيقي الجمهور المصري والاقبال على المعرض برغم الظروف الاقتصاديه الصعبه، واللي الناس كانت مراهنه والناشرين كانوا خايفين جدا، والناس كانت مراهنه ان لا الناس مش هتيجي، لان الحقيقه الناس يعني والشباب ونساء ورجال حاجه الحقيقه يعني خلفت كل التوقعات، ويعني شهادة أن مصر ستظل للأبد هي حضن الثقافة وهي مهد الحضارة. والحقيقة يعني صحيح. هتفضل مصر طول عمرها هي أعظم معرض كتاب معمول، مع كل احترامي لكل الدنيا، إنما معرض كتاب القاهرة الدولي هو مناسبة مهمة جدا. أكيد يعني. أكيد دكتورة رشا، يهمني جدا أعرف رأي حضرتك في أدب المرأة. يهمني جدا أعرف حضرتك شايفة أنه أدب المرأة واصل لفين؟ والله هو يعني خليني اقول ان احنا مسكنا بعض في الندوه كلنا، يعني انا كان معايا كاتبات طبعا من البحرين ومن الامارات ومن العراق، وكلهم الحقيقه اسامي كبيره، يعني استاذه شهد الراوي، ليلى الراعي، مريم السعدي، كلهم اسامي كبيره يعني. ولكن خليني اقول ان احنا كلنا جايين واحنا متفقين ان لا يوجد ما يسمى بالادب النسوي يا جماعه، لان هناك قضيه نسويه، يعني قضيه نسويه هي قضيه المراه وقضيه تهم المراه، قضيه عمل المراه، قضيه الحضانه، قضية الخلع، قضية الطلاق، قضايا كل المشاكل وكل القضايا اللي بتهم المرأة، وجودها في البرلمان، وجودها في الحياة السياسية، كل دي خلينا نقول دي كلها قضايا نسوية. ولكن هل تقتصر القضايا النسوية على المرأة؟ بالقطع لا، لأن لو قلنا كده يعني احنا يمكن متفقين احنا الأربع كاتبات من ساعة ما قعدنا على المنصة، قالوا لنا طب انتوا جايين ليه طالما متفقين؟ ومين حد يتخانق؟ فالحقيقة احنا كلنا متفقين ان يعني انا خليني اقول ده وجهة نظري طبعا، ان لو كان هناك أدب نسوي حكر على المرأة او أقلام نسوية لم يكن يعني ما كانش هيبقى فيه إحسان عبد القدوس. الرجل الذي تصدى لقضية المرأة بقلم أفلام وروايات 40-50 رواية كلها بتتمحور حول مشاكل المرأة في وقت كان في منتهى الصعوبة أن حد يقدر يتكلم عن المشاكل دي. صحيح. صنع الله إبراهيم في طبعا مع حفظ ألقاب أساتذتنا كلهم ذات يعني ناس يعني كتير قوي. يعني أفهم من كلام حضرتك دكتور رشا أنه حضرتك ضد أن إحنا نحصر الأدب النسائي أو أدب المرأة فقط للكاتبات أو على الكاتبات؟ أنا ضد التصنيف. أنت ضد التصنيف. أنا ضد التصنيف، لأن لو جاز أن أقول أن هناك أدب مرأة أو أدب نسوي هقول هناك أدب ذكوري، ولكن ده مش موجود. أنا دايما أقول الأدب هو إنسان يكتب، قلم يكتب، يتبنى قضية امرأة، يتبنى قضية رجل، هو في النهاية عايز يتبنى قضية أو عايز يوصل رسالة أو موقف أو حاجة، ولكن لا يجوز أن أنا أقول الحقيقة أن هناك أدب نسوي. لكن قضايا طبعا في قضايا وقضايا طبعًا مهمة طبعًا. وتناولها أساتذتنا وما زلنا نتناولها، ما كانتش يعني أريد حل، كان جاب نتيجة وغير قانون الأحوال الشخصية للعظيمة حسن شاه من 100 سنة، لو يعني مش من 100 سنة، من وقت طويل قصدي. فأكيد كان إذا القضايا دي موجودة وموجودة من زمان. أيوه. والحقيقة تستحق إن احنا نقعد نتكلم عنها للأبد، لأن مهما المرأة خدت حقوقها احنا طمعين شوية، عايزين المزيد من الحقوق يعني. أيوه أكيد. الجديد في أدب المرأة، الجديد في عالم الكتابة من وجهة نظر حضرتك، احنا في 2023 أعتقد إنه احنا بنخاطب جمهور مختلف، بنخاطب عقليات مختلفة طبعًا. دلوقتي الجديد اللي ممكن نضيفه على
الأدب النسائي أو أدب المرأة من وجهة نظر حضرتك عشان نقدر نخاطب بيه القارئ في 2023؟ أولا طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي القضايا اختلفت خالص. صحيح. جيل الشباب جيل ولادنا غيرنا، ولو احنا كنا مؤمنين أو كان في شوية عوائق اجتماعية وبيئية وفي حاجات كده تعرقل المرأة دائما، الجيل الجديد ما عندوش المشاكل دي خالص. يعني عنده مشاكل تانية طبعا، عنده مشاكل بس من نوع آخر، مش باصص للقيود دي على انها لا موجودة. مش النوع ده من المشاكل، كسروا التابو ده. صحيح يعني. صحيح. ولكن انا بقى خليني اقول ان القضيه المهمه اللي بجد يجب ان يتبناها الكتاب هي قضايا الاسره وليست فقط قضايا المراه والرجل وقضايا الحب والجواز. الاسره بتتعرض الحقيقه اللي انا بشوف تتعرض لحرب شعواء وتتعرض لهجوم من كافه شيء الحقيقه، من وسائل الاعلام ومن الكتابه ومن من المواقع التواصل الاجتماعي. فالاسره تستحق التوقف، وان احنا نقدم قضايا تهم الشباب. الشباب قضاياهم ما بقتش هي قضايا الجيل القديم، والكاتب اللي بيعرف يعيش وبيعرف يكمل هو اللي بيقدر يقدم حاجه تهم الشباب. يعني انا عامله كتاب اسمه يعني ايه راجل، بغض النظر عن العنوان. يعني لا ده انا لازم اقراه بقى، يعني ايه راجل. الكتاب كان اول ما نزل الناس كانت مستغربه عنوانه، الكتاب ما يعني كانوا فاهمين انه نظريه هجوميه على الرجل، ولكن الحقيقه الموقف مختلف خالص. هو حاجه بتدعو لان الاسره مهمه، هي قصه شاب وفتاه بيتجوزوا ويتطلقوا وتداعيات ده على الاسره بشكل ساخر. انا مبسوطه جدا ان الكتاب وصل للشباب والبنات الصغيرين. لسه حد امبارح على صفحتي شاب صغير قال لي انا مطلق وقريت الكتاب وعجبني جدا، والاول كنت متخوف من العنوان، ولكن الحقيقه ان احنا نقول ان الاسره المصريه تستحق وقفه وتستحق ان تتناولها الاقلام السينمائيه والدراميه والكتابيه. صحيح. لان اذا انصلحت الاسره وانصلح الحال، يعني انصلحت حال الاسره انصلحت الدوله كلها الحقيقه. صحيح. ويمكن انا بشوف ان فخامه الرئيس مهتم بده والدوله مهتميه بالاسره طبعا. فاحنا لازم كلنا نضم صوتنا، ودايما بيدعو الكتاب انهم يكتبوا في هذا المجال. يعني صحيح، الاسره المصريه هي يمكن في المقام الاول المفروض تكون من الاهتمامات، لانه بعد كده بينعكس على الطفل طبعا. ولو احنا طبعا مهتمين بالمستقبل، ولو احنا عايزين نطلع اطفال بجد خادمه لمجتمعنا وتقدر ان هي تنفع بلدنا بشكل مظبوط، لازم نطلع اطفال اسوياء، اطفال متنورين، اطفال متعلمين بالزبط، اطفال متحصنين ضد كل الاغراءات وضد كل الثقافات الغربيه اللي بتقتحم افكارنا. ده حقيقي، ده حقيقي. والتيك توك والمش عارف ايه والكلام اللي بنشوفه كل يوم، وانا يعني انا بتناول كوارث ده اسبوعيا. انا بكتب عمود اسبوعي في جريده مصريه يعني، انا بتناول ده اسبوعيا. لسه كاتبه مقال عن التيك توك، يا جماعه انتبهوا، لان يعني اذا الصين احتلت العالم فالتيك توك احتل العقول والبيوت المصريه، وده صح مهم جدا. احنا صح سايبين ولادنا ومحدش دريان، لكن صح الحقيقه رد فعل ده او تبعيات ده يعني مش حلوه. يعني راي حضرتك ايه في الندوه؟ عايز ارجع تاني للندوه مره ثانيه، وقولي لي بالظبط اهم الاحداث اللي حصلت في الندوه، او اهم القرارات اللي طلعتوا بيها، او اهم الافكار اللي تم طرحها في الندوه. خليني اقول لك ان انا كنت انا الاول على قد ما كنا متخوفين من فكره النسويه والناس والحضور، الحقيقه كان حضور كويس جدا. هو الحضور والحاجه الغريبه ان اغلب الحاضرين كانوا رجاله ودخلوا معانا بقى في الديبيت بتاع لا انتوا بتدوروا على حقوق، انتوا واخدين حقوق وتالت متلت، ويعني الحقيقه وعايزين ايه تاني اكتر من كده، انتوا خدتوا كل حاجه. والحقيقه الندوه كانت جميله جدا، لان كل واحده فينا بتتكلم من واقع تجربتها الحياتيه في دولة مختلفة. صحيح. اللي في الإمارات بيتكلم عن واقعه هناك، اللي في البحرين، اللي تنوع العراق. تواصل أنا بتكلم عن مصر. مهم جدا. الحقيقة كان تواصل مهم. طبعا طرحنا قضية إيه يعني ما معنى النسوية، وهل في هناك فرق بين النسوي والنسائي، وهو فرق كبير طبعا، ومين أشهر الكتاب اللي اتكلموا عن الأدب النسوي، ومين مين الكتاب الرجالة اللي دافعوا عن قضايا المرأة، وإحنا شايفين المرأة فين، وأهم قضية تشغل عموما المرأة. وأنا حتى كان وجهة نظري أن قضية الحرية ستبقى دائما هي القضية التي تشغل بال المرأة. يعني من أيام أستاذنا إحسان عبد القدوس لما كتب أنا حرة، لحد ما أنا فضلت الفكرة مثلا تختمر في دماغي، لحد ما كتبت أنا جواري العشق بعدها ب40 أيوة 50 سنة. أيوة. وهي قضية الحرية، ستبقى أيوة المرأة دائما تبحث عن حرية، بحثا عن الحرية والأمان والتطور. بالزبط. مش بس كمان الحرية، لأنه الحقيقة أنه المرأة أحيانا بتكون مهددة، وأحيانا بتكون بتتعرض لكتير من العنف بأشكال مختلفة. ويهمني أعرف في ظل التنوع اللي كان موجود وجود ما بينكم ككاتبات، اللي من دبي واللي من مصر واللي من الكويت واللي من العراق، هل لقيتوا ان في مشاكل مشتركه؟ ولو في مشاكل مختلفه ما بينكم على حسب كل بلد او على حسب كل بيئه او على حسب كل مجتمع، كانت ايه؟ والله المشترك وايه المختلف؟ ده سؤال مهم جدا. عايز اقول لك انا دايما اقول، وحتى بعيدا عن الندوه دي، ان طبعا ده كان باين في الندوه، ان قضايا المراه واحده،
واوجاع المراه العربيه واحده، لدرجه ان انا في محاضره كنت بديها دايما في المعارض الكتب انا كنت عاملاها وانا اللي مديها عنوان الادب العربي صوره والف وجه. هي صوره واحده، ألف واحد يكتب، ولكن في النهاية هي نفس القضايا، عمل المرأة. يعني هناك مثلا فئة مهمشة في المجتمع اللي هي بتعول بيت لكن مش عارفة تشتغل، لأن مثلا جوزها بيضربها وياخد فلوسها ويصرف هو، ده موجود كتير جدا جدا. وعدم مثلا احنا اتكلمنا عن الكاتبات، أنا عايزة أقولك حاجة من القضايا المشتركة اللي ممكن تبدو يعني مضحكة شوية، ولكن احنا شايفين إن الكاتبات العربيات ما بيمثلوش يعني الوطن العربي بشكل جيد زي كتاب الرجالة. مثلا اتكلمنا عنها في حتة الجوائز، هتلاقي الجوائز العربية دايما لو في مثلا 10 متسابقين 8 منهم رجالة و2 ستات، فلماذا لا تحدث هذه المساواة؟ وخصوصا ان حقيقي في اقلام عربية بتكتب كويس جدا جدا، واقلام نسائية عربية بتكتب كويس جدا يعني. صحيح. والقضايا المختلفة طبعا بتنبع من البيئة، يعني البيئة. احنا ممكن يكون عندنا المجتمع هنا مثلا يعاني من مشكلة الأمية بشكل كبير عند السيدات اللي في الريف، ده مش هتلاقيه مثلا موجود في دبي ولكن او في الامارات يعني، ولكن هتلاقيه موجود في القاهرة، ان السيدات اللي بتعيش في الريف كلها عندها مشكلة ان هي عايزة تعول الأسرة، التعليم. أيوه. في لحد النهاردة في بعض البيوت ما بتسمحش بتعليم المرأة. أيوه. في ما بيعلموش بناتهم، ولو إن الدولة بتحاول في هذا الاتجاه، ولكن يبدو إن ما إحنا مش واصلين للفئة دي قوي. الزواج المبكر منها قضايا كتيرة جدا زي ما حضرتك ذكرتي، دي علاقة بالبيئة. بالضبط بالضبط. فطبعا مزبوط. ده اللي اختلف ما بيننا وبين بعض، لأن كل واحد جاي من بيئة مختلفة يعني. صحيح. أنا بشكرك يا دكتور رشا، وسعيدة جدا إني قابلت حضرتك النهاردة. أنا أكتر والله، اتشرفت بحضرتك جدا. ميرسي دكتور رشا جدا. كان معاكم ومعانا الكاتبة المتميزة دكتور رشا سمير.